أولا اللي خدعنا. من جبالنا طلع صوت أحرار نادينا الاستقلال. أحبس وش بيها راسك؟ كشيات حمرا.
ليش عملت هالشي؟ الحرب خلاص. ما نطلبوا منك إلا المساعدة. فهمت؟ نموت وما نساعدكمش. حسبتوني خاين؟ أنا مسجون سياسي. رايحين نعزلوك في السرير. على بالي حاب تحس روحك حر. على بالي بادير في راسك باللي برا ما كاش. ديور سان اكزيست با. ما كاش برا. برا ما كاش. مع الرجال هنا. شري شري يوسف. يوسف اسمع، اذا حبيت تكون حر وتخرج من البير طريق واحده تسلكك تاع القفله. رد بالك. روح روح. اسكت. ما تخافيش نعادك نعاونو نخرجك منها. كلمة مجاهد نعطيها لك. حبيت تفل منك قبل ما تروح. لا بوسني هكداك تخلي لي سوفانير. Thank you.
يا مالين دار. شكون؟ أنا مجاهد حبيت نتخبى عندكم. عندنا وين نتخبى؟ هذه دار ماهوش حزب. على وجه ربي. نسبة ثورة. واحد الأخ الداعية واحد الخاين. على وجه ربي العجوز. لا ما كانش. روح بلحق سلاحك. كن هذا كن هذا. خاين. كن هذا.
راه حي الشمس ضربه في راسه. جهد ضربة الشمس ضربة الحمان. قال لك مجاهد هذا يا عربية المؤمنين. شو صدقة؟ واش كاين؟ حرقوا دار فسقة. وليدي عقولي وليدي وعلاش يا ربي وعلاش وليدي وعلاش وليدي يا ربي وليدي وعلاش عقولي كولون عنصريين خدمة خاوتك اللي ما عندهم لا شفقة ولا رحمة. هذيك ما عندي عندي غير وليدي. وعلاش حرقتوا لي وليدي؟ وعلاش حرقتوا لي؟ وعلاش غيتوا لي يا ناس؟ غيتوا لي يا ناس؟ غيتوا لي يا ناس؟ غيتوا لي يا ناس؟ يا ربي يا ربي غيتوني يا ناس. يا ربي وعلاش حنقولي وليدي؟ وعلاش 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 حنقولي وليدي؟ يا ربي.
علي بقيت عساس انا خاوتي في الكفاح حتى للنهايه. الله يرحمك يا قميره. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل هم احياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. نعهدكم بلي نخبر فاميلتكم واحدة بواحدة
نعهدكم باللي نكمل واش بديتوه حتى تستقل بلادنا. الله يرحمكم، الله يرحمكم. الو 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 المركز العام، كاين وحده واسمها خيا. الو المركز العام، انا في انا نتكلم معكم. انا كان واحد يسمعني هنا، يوسف الوطني تاع دوره الحريه، راني نتكلم مع الموجه المعروفه. صحابي كل ماتوا، غير انا وحدي. هاي لك القائمه، سي رمضان، القاسم، علي، العربي، خير الدين، محمد، الله يرحم الشهداء. الو الو المركز العام، شي واحد يسمعني؟ زلك هنا، يلا امشي تروح. وين حبيت نروح؟ روح للسماولة. دبر راسك، يلا امشي امشي. كش عسكر منا؟ كان والو، كان صباح هنا وراح. أو كان البوليس منا؟ مين؟ منا، من هذه الجهة. ألو، المركز العام؟ ألو المركز العام؟ إيه كهدر؟ عندي خبر المركز العام، إذا كان واحد راه يسمع. شفت اليوم بلي الضابط عثمان تاع الناحية الأولى عميل وخاين شتو خارج من دار الكولون. إذا راك سمع، ثانيين الشعب راه يقاسم الجوع، نطلب إعانة للخوة شتوهم يضربوا على طف خبز. الرب راك تسمع؟ ألو ألو المركز العام،
مال الديب. يوسف يا حسرة خاين. اوه وش بك هذا؟ تسخر ولا وش بك؟ يوسف اسمع، وقيل وقع سوء تفاهم. اسم جبهة التحرير اليوم تخلص الخيانة تاعك. يوسف جبهة التحرير وانا اش بيك هبلت؟ يوسف خنت على هذا وسخ الدنيا؟ يوسف انا اخوك، واش من وسخ هذا؟ من حق دنيا ملك هذه الفيلا، الناس راهم كسبوا يجينات وبس من ساهم، واش بيك هبلت؟ يوسف رانا نكافحوا ضد الكولون باش نديروا بحالهم. يوسف انا اخوك اش بيك؟ ليلى ليلى هذا الدراما هذا ما يمشيش، هذا الدراما هذا ما يمشيش. تشبع عرفت عرفت ما يمشيش. روح الله يسهل. حاج خليه يبات انا خلص. تتخلص؟ راح يقول لي ريح عليه. الله يسامحك. Yeah.
تي وليد علي ولا انتو وليد خوه؟ كان صاحبي وكان معايا في الجبل الله يرحمه. كيف عرف بلي مات هذا وين دفنتو؟ ما ولاش رجع. دقيق صمت على الشهداء. شوف غير ما تخافش هاد الليلة انت تبات هنا معاك. ما فهمتش علاش تلبس هكذا. كنت نحب واحدة شابة وجا نهار اللي باباها حكمني معاها و هي راحت انا عارف وين وانا حلف عليا قال لي نذبحك. ومن داك النهار راك خايف كاع هاد الخوف؟ راني خايف بزاف. الراجل اللي انت حبيت تقتلو هذاك هو بابا الطفلة. اتمنى ديب طلعنا هاد الدرع للجبل. ما كاش واحد خوف بحالو. ما تخافش. على بالك نحط مرتوة نلقاهو في المارشي اليوم. كان يشوفون الشهداء هكذا يتقلبوا في قبرهم. بصح كلش في حساب الوطن. هكذاك شايف تسمى نكونوا لابسين هكذا نخرجوا جزنا قدام جماعة يحبطوا عينيهم وحنا نروحوا. عطني الماء تاعي. وين هي جداك؟ راحت للسوق راحت تبيع القماش. صباح الخير خالتي زينة. راكي تشوفي هذا الراجل هذا كان صاحب راجلك الله يرحمه. هذه مرا ولا راجل ولا مرته الثانية؟ هذا مجاهد أو بيخبي في روحه. هاكي شوفي ما تجيبش نخبرك اليوم بصح كاشين هنخبرك. كون راهي في الدارات تعاون في ذاك الطحان تاع راجلها. المراه هاد المراه فحله ونص عليك يا واحد الكلب يا واحد الكلب. خرج من هنا هاد المراه صفقت راجلها بابات ولادها باش حلالك كيما انت يحوش حرين. اخرج من هنا اخرج يا واحد الكلب. اخرج اخرج حيوان اخرج اخرج من على الله عليك. ما تحشمش رجال يا خير الزمان.
الحمد لله. راه الجبل اللي ما تلاقاش تلاقينا الحمد لله. واش راك يا العذراء؟ يا سيدي خلق الله ما يشاء. يا سيدي راك غلط. ياك العين الكحلاء. راك غلط. انا راجل. ايوا ورا كل راجل مرأة ورا كل مرأة راجل. وانا عندي هادشي ما يهمنيش ما فهمتي. يا سنا حبسي نهضروا شويه سيدي. يا سيدي لا تقلق يا سيدي نهضروا ونقصروا. ها هو لنا وجهك يا سيدي برك. امشي. عندي دراري. عندي مرأة. عندي دراري يا خويا. عندي دراري. عندي مرأة. هاك زبلك. الو 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 هنا يوسف الوطني. الو هنا يوسف الوطني تاع دورة الحرية. إذا كاش من هذا لو يسمع نقول له بلي الحالة خطيرة في هذه الناحية. إذا كاش من هذا لو يسمع الحالة خطيرة في هذه الناحية. الو المركز العام. اي سلاح واخا يديك في السماء يديكم كاع في السماء. انتوما مجاهدين انتوما انتوما جنود. ها حكمتكم كي البجاديه. دوك الجنود تستاهلوا عقوبه. وين غاديين؟ الحدود المغربيه مزيراني هنايا باش نعاونكم في المهمه الشريفه تاعكم. دروك رايحين المغرب عندكم مهمة. اتصلوا بالقيادة العليا قولوا لهم بلي دورية الحرية ماتت قعدت غير انا حي. اسمي يوسف. يوسف الوطني. فد سلاحك روح. الله ينصركم. وتحية للجزائر. وتحية للجبهة. تحية للشعب. عليك. شكون؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا دار سي العربي؟ نعم هذاك خويا الله يرحمه. شكون أنت؟ أنا مجاهد. علاش ما قلتش من قبل؟ جيت الاجتماع. الحمد لله يا ربي ربي دار لكم في طريقي. هيا مالا جماعة كاع راهم تحت. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا كان مع خويا في الجبل رحمه الله. الله يرحمه ويوسع عليه. الله يرحم الشهداء. دقيقة صمت ترحم على الشهداء.
واش من ناحيه انت؟ الناحيه الاولى. انا في الناحيه الاولى وعمري ما شفتك غير كيما هربت من الحبس. كنت في حبس في الصحراء. شفتوا؟ اوليكم من فيها الحي. السجون ما زالت موجوده يا جماعه، والناس راهي تعاني، تعاني من الظلم تاع الظالمين. رشوه راهي في كل مكان. الشباب تاعنا راه ضايع. العداله ما عادش موجوده، اندفنت العداله. الشباب لا ما يخدم ما يسكن ما يتزوج، راه ضايع. واش من ضايع؟ انت راك ضايع ولا ماكش ضايع؟ انا ضايعين. والمشكل اللي زاد فسد المجتمع وزاد في الضياع تاعو هي المرأة. المرأة يا جماعة في العوض اللي كانت تربي المجتمع والمدرسة الأخلاقية تاع الأمة فسدته من كل الجوانب. في السكنة تلقاها هي، في الخدمة هي الأولى، في كل مكان تلقاها هي. تبنوها أنها تشارك الرجل في البناء والتسييد يا جماعة. كيفاش راهي تشاركوا؟ قولوا الصح، قولوا الحق. المرأة راهي تزاد في إفساد الأخلاق تاع المجتمع. تسكع، تبرج. المرأة هي سبب كل الفساد اللي راه صاري في المجتمع. أحشم. المرأة هي اللي جابتني للدنيا، المرأة هي اللي سلكتني من الموت. مالا المرأة هي اللي علمتك تهدر؟ المرأة واحدة خير من كمشة رجال. تا ماشي مجاهد، تا بعثوك لهنا خصيصا باش تشوش علينا. تشوش علينا؟ انت جاسوس. كيفاش هذا جاسوس؟ شيطان. انا مجاهد، انا مجاهد في الجيش الوطني الشعبي. بعد الغنى ورجعت تنوح. راني رايح هذي ماشي، راني سامح في كل شي. انا كرهت هاد الغاشي بالحضرة ما نرضاشي. باي 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 يا البلاد، باي باي يومي ما تهلايت الولاد، يومي ما تهلايت الولاد. ربي ما تقالي غير نغني روحي.
حيدك حسن، لا حيدك لا حيدك لا حيدك لا حرب يدك ما توشينيش. خليني دونكي هاد الراهب، خليني دونكي يا هاد الراهب. اش بيك؟ مانيش حاب نعيش هاد المعيشه تاع الكلاب. صافا حبيت نروح نبدل البلاد، حبيت نيميغري بعيد لفرنسا الالمان الكندا حتى الجهنم. ما نروح ليها حسن شنو؟ انا ماكش الجهنم جهنم، انا غير جهنم. هاد الراهب اش بيك؟ ما تفهمش انت واقعي. لا مانيش حاب نتحرق وانا حياتي ما عشتهاش، ما ربحت والو، ما ديت والو. وانا اش مربحنا؟ اش ما عطاونا هنا؟ على باليش بيك، انا البابور تاع الاسترالي راتيته. اش بيك؟ صرا عليك تخيرنا بالكونغورو. ايه هما لي كونغورو يرحموا حتى ولادهم يرموهم في كروشهم، ماشي كيما حالتنا مرميين في الزنقه. خليه يموت، خليه يموت، خليه خليه يرمي روحه. خليه. هذه هي البلاد، هذه هي راكم تشوفوا فيها، راهي في طرف الكف. والان ندير خطوه لقدام ودوك تشوفوها بعينيكم. مش بيك بس كل مهبول. سي محمد واش كاين؟ مرت خير الدين عاودت الزواج وراهي عايشه في فرنسا، وخير الدين النهار يطلع الجبل ما باش خبره. كاش قهوه؟ ما قدرناش عليها. الكلون هادو اللي تخدموا عندهم ما عندهم حتى رحمه. الكلون عندهم مده من اللي راح، وخلف مكانهم الحاج الخضر. يا مزيان هالكلون كانت في قلبهم الرحمه، هذا ما فيهش كاع ريحه بني ادم. الكلون هذا جزائري خدم مع فرنسا، عنده هنا وعنده في فرنسا. ما يطولش ويخلص على الخيانه تاعو. هذيك الصحه كي خبرتي الثوره يا خويا يرحم والديك، غير روح يلقاك هنا نعودو في حل وربط. غاردي موسي ترابا هذه خدمه هذه ياك وصيت مقدكم. نقيونا شويه على البحيره وسقونا شويه سجار، هذا ما تفهموش والله كيفاه ندير معاكم. سي عثمان ولا ما يخرجش من داره؟ كاين واحد خاين واحد اخر لازم نحبطوه، حاج الخضر لازم تعاوني يا امين. وذاك الحيك تعكسها من المهم. هذا اللي حيرك؟ الخمع على مرة خليتها في الحبس،
وعدتها باش نخرجها من الحبس. وش بيك؟ خاين جزائر الدار. اسمه يوسف، 175، عنده جرح قديم في راسه، حاسب روحه مجاهد من دورية الحرية. المطلوب من كل وحدات توجه نحو النقطة 625. رانا اكتشفنا المخبأ تاعه. حذاري حذاري، راه مجنون خطير ومسلح. نعاوده، مجنون خطير ومسلح. هرب من مستشفى أمراض العقلية. الأطباء يكونوا في عين المكان، كل عملية لازم لها تكون بالتنسيق معاه. المطلوب من كل وحدات توجه نحو النقطة 625. رانا اكتشفنا المخبأ تاعه. حذاري حذاري، راه مجنون خطير ومسلح. نعاوده، مجنون خطير ومسلح. هرب من مستشفى أمراض العقلية. الأطباء يكونوا في عين المكان، كل عملية لازمها تكون بالتنسيق معاه. اسمه يوسف، 275، عنده جرح قديم في راسه، حاس روحه مجاهد من دورية الحرية. اوه يويو وجابك ليا؟ كانوا كيجوك ليك الريزن تاعك غير تهترف بزاف يا يوسف. كنت تهدر على هذه الناحيه توصفها وقنعوني باللي انت ماكش يوسف اللي في القران. قالوا لي انت يوسف توكور وطلبوا مني نتصل بيك. شكون؟ عندنا الطبيب والطبيب وكاين سياره اسعاف لتحتها وصحاب تعرفهم مليح راهم لتحت يسناو فيك. اللي داروا معك حرب التحرير يوسف، ها مجاهدين كبار، ها
أني جبت لك دماغك ها. يقولوا صارت في حاجة بعد الجرح. شوف كل في زيبل انحرق عاد ما يمشيش ها. شوف الذاكرة نتاعك راحت فيها. أمشي جاو يهضروا معاك. شوف صاحبي نحبطك جاو يهضروا معاك ماشي قلت لك. طيب بلا عقل طير منا هاك هاو دماغك ها. أمشي هاو الدواء الدواء باش باش تشوف النجوم. قلت لك أمشي صح واش يا يوسف؟ شفيت عليا؟ أنا الياس وقت طلعنا للجبل مع بعض ومن بعد تفارقنا وراك تشوف أني هبط وعلاش هبط؟ جا الاستقلال هبط وين الاستقلال؟ كيف هذا وين؟ في الجزائر هنا في الدشرة في كل مضرب في الوطن يعني. يحسبوني مهبول وانت حسبتني عماولة. انا فاطمة الفرملية مش فيتش عليا الجرح اللي في راسك انا اللي داويته. اي يا اخي يا مات من بعد انا رحت للشرق انت وجماعتك مشيتوا للغرب حتى سمعنا وقعت معركه وغير انت اللي بقيت حي وجماعه فاطمه هي اللي دواتك شوات لازم عليهم الحال يروحوا ويخليك وراهم انت شايفك انا الطبيب تاعك جابوك لعندي للسبيطار وما عندك حتى وثائق خليناك عندنا امشي امشي توني في سبيطار مهابل بعد الاستقلال كانوا كاينين بزاف المرضى على من تحوس مش كنت تفكر ما كنتش حاسب للاستقلال هكذا يا يوسف ما كاين حتى تزوير الاستقلال كاين منه ولما منشأ عنا الوثائق وعنا افلام وعنا كل شيء الفيلم تاعك راح ينسيني في الفيلم اللي شفتو انا راح نجيب الفيلم حال الوقت يمر بالخف بكري كنت تحبني شت الظلم شت العذاب
في الميزيرية، شت الرخص، شت الحقرة، شت الدل. كيفاش مشت المجاهدين اللي كانوا معايا في الجبل؟ بزاف اللي ماتوا، والنص اللي بقى منهم دخلوا في التجارة. حبيت نشوف السي العربي المسؤول تاعي الكبير إلا مازالوا حي. ما نظنش، ما تقدرش تشوفه، راه في الحبس. خداعين، عرفتكم بلي خداعين. اسمع يوسف، تعرفوا شويه سياسي، في الصح ماناش متأكدين اللي راه في الحبس. المفروض ما بقاش معتقل سياسي في بلادنا، ما كاش حتى سياسه اشتراكيه ولات راسماليه، وراسماليه رجعت تعصبيه، و الشيوعيه صبحت ليبراليه. يعني غير الفلوس اللي ما تغيرش الدين تاعهم. جيبوا لي مراه. ومنين نجيبوا هاد المراه؟ مازال في الحبس اللي كنت فيه انا، واسمها عائشه، حتى هي نسيتوها. احنا رانا متقلين. انتوما رجال ايه استقليتوا؟ عرفتك في الجبل مجاهده كيفي، شعرك في السماء، ذكرك لابس الحايك، ما حد رفدتي السلاح، ما رفدتوش ضد الراجل. استنيتك بزاف. ومن بعد تزوجت، طلقت من بعد، ما قدرتش نعيش معاه. الكفوف والركالي اللي خذيتهم من عنده ما خذيتهمش في وقت الحرب.
علاش رميتي سلاحك؟ ما كنتش عارفة باللي كاين حرب واحدة أخرى من بعد. شعرك طوال. طوال كل وقت ومسخ. قلب الراجل ثاني وطن للمرأة. على بالك عمرتها بومبات الهيكا ونسيت البومبة اللي راهي هنا في يدي. يوسف هاي أمانتك. هيا بقى على خير. الجماعة كلها يتسلم عليك. شربك خلاص بريت. شكون هادي؟ مرتك الثانية؟ لا كلام يوسف الرب مش عارفين انا هبلت ولا الدنيا اللي هبلت. الاستقلال راح من يدنا. الاستقلال وهنا الكولون خرجناه الشعب استرجع الحريه نتاعو. ما بقاش هذا خير من ذاك. كل مواطن عنده حق. تعرف يا يوسف عدد الدراري اللي يقراو هنا في بلادنا اكثر من اللي راح صاير في البلدان الاخرين. جزائر العسل انت مش الجزائر العسل. انا جزائر البؤس الظلم العذاب. خمم على روحك. اليوم عندك الحق تكسب وش حبيت. تحب تكسب دار رخصة لكاش حانوت تبيع فيها الدخان ولا تبرنا ولا وش حبيت. تعرف التقاعد لاروتريت نتاعك تديها قبل الوقت. هاي يا يوسف بالكارطة نتاع الحزب اللي تكون عندك الناس الكل تطيعك. الناس الكل عند رجليك. تقدر تخرج وين تحب. تقدر تستورد واش تحب. البقر الطنوبيلات تستورد الجزائر كل راهي ليك يا يوسف. درت الثورة باش تسترد البقر. درت الثورة باش نزور طنوبيلات. درت الثورة باش ترخصني بالرخصة تاعك. هي عنده تكوين مهندس في البنيان. هي مليحة هذه مليحة. هكذا نخليو له ليه المونوبول وكل ما نحبو نبنيو مقام شهيد نعيطوا له. علاش؟ علاش قمر بدم الغير؟ وعلاش قمر بدم الغير؟ وردك يا يوسف وردك. تعال يا يوسف. يا يوسف يا يوسف يا يوسف ما طيش. الوادي ما تعيش يا حمودي. يا دين الله شفتوا واش دار؟ شفتوا الحلوف واش دار؟ هذا يلزم له طالب. هذا يلزم له ني طالب ني والو. هذا خدا صدمه قويه. قال لك خسر الاستقلال. واش من الاستقلال الا به الاستقلال نخصوا له واحد خاص به.
يقولوا بلي ودرت عقلي. انت وانت يوسف واش تخمم؟ يا شابه وزينه، شابه وزينه وتشبه الاستقلال. زينة وشبك الاستقلال في الحرية. كاين ان شاء الله بالرجوع هاك ردنا حقوقنا، وشي اللي هضرنا كامل هاو مسجل في البراوة. على هنا ضيعنا الثقة، ضيعنا الثقة، وانت ما زلت صافي والحمد لله. ما غركش الكرسي كي ماشي عيب، بقيت لنا غير انت وسيدي ربي صبحك. يا اخي انا نار المطيش حالتي مش حالة، يا مرخ زبط من يسرى ما كاش لي ولادي ما يشوفوش فيا ما يوسوش، واني في حال الله يبقيش. شوف يا اخي مرتو فاني كانت سوا 70 دور ولات 15000، وين نروح وين نروحو وين هادشي داير؟ جبت ونصلاو فينا، نصلى فيكم ربي ان شاء الله. هذاك ما نقول لك ان شاء الله. نحلف قدام ست قبور تاع صحابي باللي مول الحق يدي حقه. محمد صلوا يا لمالي، وصلوا يا لمالي، عذا عرسك يا يوسف ويرفع لصالي. اسمع انت اروح،
اليوم رايت عشانها. شوف روح جيب لي بقة تاع الورد فيها الالوان الوطنية. هاك فهمت يا فهمت صح ازرب ها؟ كاين الورد الابيض والاحمر والاخضر من نجيبو؟ راح جيب لي حشيش. وهذا في خاطر واحد الاخ مجاهد شويه متخلف، والسلطات المحليه تطلب من جميع السكان يخرجوا للشارع ولا يدخلوش تصليح على موقف هذه الامه. نظن يا جماعه كلكم تعرفوا اخونا يوسف، يوسف المجاهد. فقصه يوسف المجاهد لها شبه بقصه من قصص القران، وهي قصه اهل الكهف. أهل الكهف الذين قال فيهم الله سبحانه وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. فهؤلاء الجماعة يا أحباب الكرام جماعة من الفتيان آمنوا بربهم وكانوا يعبدوا الله سبحانه وتعالى حق العبادة، ولكنهم تلقوا الأذى من القوم التحهم الذين كانوا أهل كفر وأهل فجر، فاعتزلوهم وذهبوا إلى كهف يخلون به إلى ربهم ويتعبدون كيف يشاءون وكما يشاءون حتى أتاهم اليقين. وأخونا يوسف كل من ملكه أننا ندعو له بالغفران ونقول له: اللهم اغفر له واللهم ارحمه والله وربي يتقبل إن شاء الله جهاده، حق الجهاد أن يكون جهادا في سبيل الله إن شاء الله. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.
نصرك وين نصر المحطة إن شاء الله. Thank you.